بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلين تلك آيات القرآن وكتاب هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لا مدبر
وعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ودخلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من غائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل
فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ كتاب ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية
بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا ربي ليبلوني قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء
كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدى ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوم قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتن وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يغلبون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون
يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يظلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ربك لهم فضل على الناس ولكن
أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى Yeah.
وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. قرآن is life.